الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله تنبسطوا منها. اول وصفه، وصفه سهله ولذيذه صيفيه، نعملها كده طعمها حلو والولاد ينبسطوا منها قوي، بشويه فراخ حبه صغيرين. هنعمل صينيه فراخ بصوص البشاميل، حلوه جدا. معانا شويه خضار وفراخ وصوص بشاميل هنعمله مع بعض وندخلها الفرن، بتبقى خطيره. تتاكل مع رز، تتاكل مع مكرونه، تتاكل بالعيش، اخر لذيذه ان شاء الله تعجبكم. والوصفه الثانيه هنعمل البرازق، عجينه البرازق بالسمسم بقى، بصوا تحفه تحفه ولذيذه مع كوبايه شاي، اخر لذيذه بجد. تحطوها في علبه كده في المطبخ، صباح الخير، كوبايه شاي، برازق، وتبقى الدنيا زي الفل واليوم حلو ان شاء الله. يا رب الحلقه تعجبكم. فاصل بسرعه ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل اول وصفه، صينيه الفراخ بالخضار وصوص البشاميل. خليكم معانا. هنعمل اول وصفه، صينيه الفراخ بالخضار وصوص البشاميل. وصفه حلوه جدا ورايقه ولذيذه، مغذيه، تتاكل جنب عيش او رز او مكرونه، ان شاء الله تنبسطوا منها. بص، اول حاجه انا معايا فراخ صدور او اوراك براحتكم، متقطعه مكعبات، والكميه برضو اللي انتوا عايزينها براحتكم، تمام. هنحتاج بصلايه متقطعه، ممكن مكعبات صغيره، مكعبات وسط شويه، يعني مكعبات قد مكعبات الفراخ، مفيش مشكله، كل ده ينفع. معانا برضو فلفل الوان متقطع مكعبات، معانا شويه جزر وبسله كده، ممكن يكونوا مجمدين اللي هو الكيس اللي على بعضه، او يبقى عندك شويه بسله وشويه جزر عادي خالص، مفيش مشكله. هنقطعهم حتت صغيره، هنقطع الجزر حتت صغيره، والكميه حسب ما انت عايزه زي ما تحبي. معانا كمان مشروم متقطع شرايح، معانا طماطم، معلقه كبيره اسفه من معجون صلصه الطماطم، معانا فصين من الثوم المفروم، ملح وفلفل وبابريكا وثوم بودره، وشويه ميه سخنه، حاجه خفيفه كده، تمام، علشان الصوص مع الفراخ والمكونات الخضار اللي احنا هنحطها، لو احتاجنا حتى نحط ميه، لان كده كده الفراخ هتنزل ميتها والخضار هينزل ميته، لو احتاجنا نحط هنحط معلقه ولا معلقتين من الميه كده، ايه يعني، يبكبكوا الحكايه مع بعض وبس. نيجي بقى لصوص البشاميل اللي احنا هنحطه على الوش قبل ما ندخلها الفرن. معلقه كبيره كده حلوه محترمه من السمنه، معاها معلقتين من الدقيق، لتر من اللبن الحليب، يعني 4 كوبايات كبار من اللبن، ملح، فلفل، ممكن نحتاج شويه شوربه، لو عندك شوربه ممكن تحط شويه لبن على شويه شوربه، ما يبقاش كله لبن، فبرضو براحتك. هنحط كمان جبنه كريمي، معلقه ولا معلقتين كبار من الجبنه الكوبايات بطعم الشيدر، بطعم الرومي، ممكن نستبدلها بالجبنه المبشوره. الجبنه في البشاميل اللي بيبقى ليها طعم تحفه، طبعا انتوا سمعتوا الكلام ده مني كتير قوي وكلكم جربتوا قد ايه الجبنه بتبقى خطيره في البشاميل. هنحتاج كمان رشه خفيفه من جوز الطيب وشويه جبنه موتزاريلا، بس كده خطيره. انا اتكلمت كتير، تعالوا بقى ايه اوريكم تتعمل ازاي. انا هشغل هنا كده النار، وهنا كمان. اول حاجه هعملها في الطاسه دي هنحط معلقتين زيت وننزل على طول بالفراخ. اول حاجه عايزه الفراخ ايه، تاخد تسويه كده اهو هنا، بس انا عايزه الطاسه ايه تسخن شويه. وهنا الحله اللي انا هعمل فيها البشاميل، فتعالوا نعمل البشاميل عقبال ما الطاسه تسخن ونشوح فيها الفراخ. هنحط معلقه كبيره من السمنه اهو كده، ومعايا الدقيق تقريبا معلقتين كبار من الدقيق، عايزه بس كده السمنه تسخن وتبتدي تسيح كده، ونحط الدقيق ونقلب كده الدقيق مع السمنه اهو. بصوا شكل الدقيق والسمنه بيبقى عامل ازاي، ما بيبقاش متكتل، خلوا بالكم الحكايه دي، ده كده بيضمن لكم ان البشاميل ما يكلكعش ولا حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجة ان اللبن، 4 كوبايات اللبن اللي احنا هنحطهم يكونوا فاترين، مش سخن، اللبن ما يكونش سخن، ده برضو يخليكي كده تبقي ايه مطمنة ان البشاميل مش هيكلكع معاكي. ولو حصل لا قدر الله البشاميل كلكع هنعمل ايه؟ الهاند بلندر، كلنا بقى عندنا هاند بلندر دلوقتي، بالهاند بلندر هترجعي البشاميل تاني زي الفل، او في الخلاط يعني، ده لو الدنيا ضربت معاكي قوي وانت لسه بتجربي وبتاع،
لكن ان شاء الله مش هيحصل كده. هنحط ملح وفلفل، ملح فلفل. انا بقول لكم كده لان كان في ناس خلاص بقى بيرموا البشاميل، فلا ليه حل. كده والجبنه الكريمي ونقلب كده كويس قوي عشان الجبنه كمان تدوب وتسيح بس كده. وهنشوف القوام عامل ازاي، لو احتاجنا نزود شويه لبن هنزود، عندك شوربه عايزه تزودي شوربه هيبقى برده خطير ويبقى معانا احلى صوص بشاميل. هسيبه كده يغلي ونرجع هنا بقى للفراخ. الزيت خلاص سخن، حطينا شويه زيت. تعالوا بقى كده ايه، هي فين المعلقه الثانيه اهي اللي انا بحبها، ننزل بالفراخ. بسم الله. كده عايزه بقى وراك صدور، ميكس ما بين الوراك والصدور، الكميه اللي انت عايزه تعمليها ما فيهاش مشكله خالص، براحتك. كده عايزه الفراخ تدخل في التسويه وتتشوح كويس قوي قبل ما احط لها بقيه المكونات. تعالوا كده نشوف اخبار البشاميل ايه. يا سلام اهو كده البشاميل جاهز وقوامه تحفه، هوريكم اهو. هو ده القوام اللي انا عايزاه، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، مظبوط. صوص بشاميل يعني خطير، هو ده البيرفكت. بس كده حطي عليه ممكن ايه نبعده كده خالص على النار ونرجع للفراخ. الفراخ كده ابتدت ايه تتشوح، هنفتح كده ايه نعمل لها حفره كده ننزل بالبصل ونحط ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب البصل مع الفراخ. لما الفراخ اتشوحت كويس انا نزلت بالبصل. تمام كده ندي كده تقليبه محترمه، ومعانا الجزر نقلب. هننزل يعني بكل نوع خضار، الاقوى في الاضعف، فاهمين قصدي؟ يعني الجزر بيبقى اقوى حاجه فيهم، بيبقى يعني محتاج وقت اطول يتشوح على النار، فهو هيتحط الاول بعد البصل على طول. بعدين بقى نبتدي نحط الفلفل الالوان والمشروم والبسله، كلهم ما بياخدشوش وقت ابدا في التشويح، لكن عشان الجزر كده يدبل ويبقى حلو فهنحطه هو الاول. تمام كده، ونبتدي بقى ننزل برده بالمشروم بالتدريج كده حاجه حاجه. شوح طبعا، الريحه خطيره، ريحه الخضار تحفه. الفلفل الالوان بس وصفه يعني تجنن، كل المكونات فيها خضار مع الفراخ وكمان صوص بشاميل بتبقى تحفه. مش عارفين تعملوا غدا ايه النهارده، يبقى هي دي ان شاء الله تعجبكم. بعدين عايزين نحط بقى الثوم، دي مرحله ايه الثوم دلوقتي هنبتدي ايه تطلع ريحته وطعمه في الاكله. خلي بالكم ان الوصفات اللي احنا بنطبخها، ترتيب الحاجات ونحط ايه بعد ايه والكلام ده، في ناس بتحس انه يعني مالوش لحق عادي، لا بيفرق، بيفرق جدا يعني. وده اللي يخلي مثلا حد ياخد وصفه من حد ويروح يطبقها يعملها بدون ما يبقى واخد باله مثلا ايه الاول، ايه اللي اتحط، ده يفرق في ايه الكلام ده، فيطلع نتيجة الوصفة يقول ايه ده طعمها مش زي ما كانت هي عاملاها، ايه ده هي مالها نزلت مية كتير كده ليه مثلا، او ايه ده لا دلع، او لا الخضار مهري او مش مستوي يعني، فاهمين قصدي؟ فالخطوات مهمة ما تستهونوش بيها. كده عايزة احط بقى ايه البابريكا،
وتوم بودرة ومعجون صلصة طماطم معلقة كبيرة كده، ونقلب. زي ما انتم شايفين الخضار نزل ميته، انا لسه ما حطيتش ولا مية ولا حاجة ابدا، وغالبا مش هحتاج احط مية. تشويح الخضار ده كله نزل ميته وبقى تمام. كده واخر حاجة هنحطها البسلة الاخضريكة الحلوة دي. بص شكلها تحفة ازاي. عايزة تحطي معاها مكرونة زي ما بنعمل كده، مكرونة بشاميل مثلا، او تحطي معاها شوية مكرونة مسلوقة صغيرة، اي حاجة تبقي اي شوية مكرونة سلقاهم كده ترميها معاهم، هتبقى حلوة جدا ساعتها تتاكل مع مكرونة، او تعمليها زي ما انا هعملها وممكن ناكلها مع شوية رز هتبقى حلوة قوي. بس كده عايزة بس الم الاشياء دي علشان عايزة اجيب الطاجن اهو. ناخد الخضار الحلو ده في الطاجن. بسم الله، طاجن الفراخ اللذيذ ده بالخضار كده، وبعد كده نحط له صوص البشاميل. بس انا عايزه ايه احركه كده، ونفرده على الوش بتاع الطاجن. يلا بسم الله. قوام البشاميل خطير. بس كده، ومعانا شويه جبنه موتزاريلا على الوش، وفرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. نفتح الشوايه في الاخر لو نحب، بس انا ما افضلش يعني الشوايه بتحرق الوش، لكن انت دخليه على 180 لمده تقريبا ربع ساعه، هتلاقي الفرن عمل هو الوش مش الشوايه، فاهمين قصدي؟ فيبقى الطاجن شكله شهي وخطير. بالمعلقه كده نطلعه في طبق كل واحد حته، مع شويه رز بشعريه او رز حبه وحبه، وحبه طبق سلطه كده ظريف، سلطه خضراء، ويبقى الغدا خلص وخطير. احنا عاملين طاجن بصوا لذيذ ازاي، واخد اللون الحلو ده من سخونيه الفرن مش الشوايه. الشوايه بتعمل لون غامق كده محروق كده على الوش، فاهمين قصدي؟ لكن لما تصبروا شويه وتبقوا مشغلين الفرن بس هيديكوا اللون الحلو ده، وبالهنا والشفا ان شاء الله تعجبكم. هندخل دي الفرن ونلم اشياءنا ونرجع بعد الفاصل نعمل عجينه البرازق اللذيذه جدا للفطار للعشاء. خليكم معانا. هنعمل دلوقتي عجينة قلب رزق، بسكوت كده لذيذ حلو قوي سهل فيه سمسم. عايز اقول لكم يا جماعة السمسم ده طلع كنز واحنا مش معبرين ومش مدين له قيمته، يعني مليان مليان كالسيوم واحنا ما بناخدش بالنا من الكلام ده. فدخليه في البرازق، دخليه في عيش فينو، يعني السمسم مهم فاهتموا بيه. احنا معانا ايه بقى المقادير العجينة؟ انا معايا كوبايتين ونص من الدقيق، تمام؟ كوبايتين ونص من الدقيق، دقيق اي حاجة مفيش مشكلة خالص. هنحتاج عليهم تقريبا نص كوبايه، وكمان عليها معلقه كبيره من الزبده، تمام؟ نص كوبايه وعليها معلقه كبيره من الزبده وتكون سايحه، تمام؟ معانا كوبايتين من السكر البودره او السكر الابيض العادي مفيش مشكله، المتوفر عندك هنحتاج كوبايتين. ومعانا كيس من الفانيليا ونص كوبايه ميه للعجن، ممكن تقل شويه تزيد شويه، يعني احنا في الميه بنحط حبه حبه ونعجن. الميه تبقى دافيه، ميه تبقى عاديه مفيش مشكله، انا بفضل الميه الدافيه لانها بتبقى سهله على ايدي وانا بعجن العجينه، لكن احنا في العجينه دي ولا حاطين خميره ولا حاطين حاجه، فمش ضروري فيها الميه الدافيه. اللي متوفر عندك مفيش مشكله يعني اعمليه، لكن انا بقول لكم انا بفضل اعجن بالميه الدافيه نظرا انها بتبقى ايه بتسهل العجن وانا بعجن بايديا. نيجي بقى للوش البرازق الحلو ده. معانا سمسم وعسل ابيض هنخففه بشويه ميه عشان نخلي السمسم يلزق عليها وبس خلاص ولا اي حاجه، ان شاء الله تعجبكم. هاخد الدقيق
وضروري كده ندي رشه ملح على الدقيق، بتعادل الطعم وبتخليه مظبوط. ونحط السكر ونحط الفانيليا. الفانيليا يعني اختياري، بس هتعمل ريحه حلوه للبرازق، للبسكوت الظريف ده. والزبده السايحه زي ما اتفقنا تقريبا نص كوبايه وعليها معلقه كبيره 125 جرام من الزبده. تمام، بصوا انا عايزه ايه، افرفط كل الزبده اللي انا حطيتها دي مع الدقيق ومع السكر كده كويس قوي قبل ما احط الميه وابتدي اعجن العجينه كده، عشان الدقيق يتشرب من الزبده اللي احنا حطيناها ويبقى مفرول كده زي ما انتم شايفين اهو. وميه، ونحط الميه بالتدريج ونعجن لغايه ما نلاقي العجينه لمت معانا وبقت متماسكه، ونخلي بالنا ما نزودش ميه. بس انا حطيت شويه وهبتدي كده ايه اعجن. هي دي المفروض العجينه دي ما فيهاش عجن كتير، احنا بنلم العجينه، احنا مش عايزين لها عرق ولا اي حاجه، ده بسكوت كده. بالشكل ده. عايزه تريحيها شويه في التلاجه يا ريت، عايزه تشتغلي بيها على طول مفيش مشكله، زي ما انت عايزه اهو. لو ارتاحت شويه في التلاجه طبعا بتبقى احسن، بترجع الزبده السايحه اللي احنا حطيناها دي تسقع، فتخلي العجينه ماسكه نفسها اكتر، بتعرفي تقطعيها بقى وتعمليها مدوره شكلها حلو، فبتبقى ظريفه غير لما بتبقى ايه برده سايبه معاكي شويه دلوقتي. فاهمين قصدي؟ احنا هنا برده في الاستوديو مشغلين التكييف، فهنلاقي العجينه ايه على طول. بصوا انا مش هفضل اعجن فيها، هي اول ما اتلمت كده تمام. انا معايا شويه عسل ابيض بقى هنا، عايزه اخففهم بشويه ميه كده علشان اغطس فيهم البرازق دي قبل ما ايه احطها في السمسم كده. معلقتين كبار من العسل الابيض، ونحط عليهم شويه ميه بس كده، بس اتاكد ان العسل داب في الميه. وعايزه اجيب صينيه فرن وناخد بقى ايه من عجينة البرازق الحلوة دي. ممكن كده تعمليها على ايديكي، او تفردي العجينة كلها وتقطعيها بقطعة مدورة. طبعا لو فردتيها وقطعتيها بقطعة مدورة هيبقى بالنسبة لك اسهل، بس انا لو عملت كده دلوقتي مع العجينة دي وهي لسه طرية والزبدة فيها كانت سايحة هلاقيها ايه ما تقطعتش معايا كويس، فعشان كده انا هعملها واحدة واحدة كده قدامكم عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. لكن يفضل ان انت تدخليها التلاجة 10 دقايق بس كل حاجة تمسك كده، فتبتدي تفرديها وتقطعي بالقطاعة كده او بكوباية ولا حاجة، هتبقى مدورة وظريفة وتبقى سمكها رقيق، مش عايزينها تبقى تخينة. تمام، وهاخدها كده بايديا هغطسها في المية بالعسل، وبعد كده السمسم، واشيلها كده واقوم حطاها في الصينيه بس كده، واحوط عليها كده ايه اظبط الدايره. بس دي اول واحده خطيره اهي، بصوا سهله ازاي، مفيهاش حاجه ابدا. خلصي الكميه كلها، وفرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها 9-10 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده، يمكن اقل من كده لو الفرن عندك حامي. تابعيها اول ما تاخد لون خفيف من تحت كده، هتلاقي كمان اخدت لون من فوق، تخرج بره وتسيبيها تهدى وتبرد، هتلاقيها تحفه واخده لون حلو جدا من تحت. خلي بالك دي حساسه، لو سبتيها زياده عن اللزوم في الفرن هتغمق، لكن بصوا كده ايه الظهر بتاعها مظبوط وزي الفل. وصغنونه كده، او عايزين تعملوها اقراص اكبر شويه براحتكم، طعمها لذيذ لذيذ يا جماعه، مع كوبايه شاي كده. وكوبايه الشاي دي بقى الصبح ما تحطوش فيها سكر، كفايه السكر الموجود في البرازق مع كوبايه شاي ما فيهاش سكر ابدا. والله بصوا يبقى يوم جديد خطير ان شاء الله. حاضر يا استاذه سمر، استاذه سمر عايزه برازق وكوبايه شاي، وانا نقعد انا وانت هنا دلوقتي. الحلقه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض، صينيه الفراخ بالخضار والبشاميل، وصفه حلوه جدا للغدا، ما فيهاش ابدا اي حاجه، ومكوناتها كلها يعني كده دسمه كده، مش دسمه لا، غنيه
بالتفاصيل، مليانه خضار وفراخ، فحلوه جدا طعمها تحفه، والبشاميل اللي عامل لها فخامه كده ولذاذه، وتشجع العيال ان هم ياكلوها وياكلوا البسله والجزر وياكلوا الحاجات، مش هيتضايقوا عشان البشاميل والجبنه، فجربوها وبالهنا والشفا. والوصفه الثانيه عملنا بسكوت البرازق الحلو قوي ده، اعمليه وحطيه في علبه كده في المطبخ، هتتسلي عليه راحه جايه انت والولاد، وخلي الولاد ياكلوا منه عشان السمسم مفيد وبس. وبالهنا والشفا. انا بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.